هل اعتقل تميم شقيقه الأصغر خالد بن حمد؟ وأين اختفى الأمير القاتل؟ يبدو أن المتاعب تلاحق النظام القطري بسبب الأفعال الصبيانية التي يقوم بها تميم بن حمد وأشقاؤه، وآخرهم خالد بن حمد بن خليفة الثاني، والذي اتهمه القضاء الأمريكي بالتورط في قتل حارس أمن في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت القصة في يوليو من العام الجاري، حيث كشف كل من ماثيو بيترت الذي كان يعمل مديرا لأمن خالد بن حمد الثاني وطبيبه الخاص ماثيو أياندي عن أن خالد بن حمد ارتكب أعمالا غير مشروعة تتضمن التهديد والترهيب وعدم منحهما أجرهما وإجبارهما على قتل مواطن أمريكي في العام 2017. ورغم تلك الجريمة التي ارتكبها خالد بن حمد، إلا أن الإعلام القطري تجاهل الأمر، بل واختفى خالد بن حمد الثاني عن المشهد بشكل كامل، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات. هل اعتقل تميم بن حمد شقيقه لإقصائه عن المشهد السياسي في الوقت نفسه الذي يسعى لتصدير مشهد فرض السيطرة على القرار الأمريكي؟ مواقف عدة تجيب على تلك التساؤلات، أبرزها كون خالد بن حمد نجل الشيخة نورة بنت خالد الثاني غريمة موزة، والزوجة الثانية لحمد بن خليفة أمير قطر السابق. الأمر الثاني أن تميم له سوابق عدة، أبرزها اعتقال الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب أمير قطر في يناير من العام الماضي، وذلك بعد تسع رقعة الخلاف بينه وبين تنظيم الحمدين بسبب زيادة النفوذ الإيراني التركي في الدولة. وفقا لمصادر من داخل النظام القطري، فإن خالد بن حمد الثاني قد تم التحفظ عليه من قبل الحرس الأميري، وتم إيداعه في أحد القصور تحت حراسة مشددة لحين البت في أمره.